النهائي ديال الحلوى، الحلوى القطع ديال صابلي. انتم المشاهدين ديالي جا واعرين تبارك الله، رائعين، الحليوه جات واعره. نتمنى الفكره ديالي تكون عجبتكم، وديروا اللايكات ديالكم واشتراك وابوني، وشكرا بزاف. كلكم لاباس بخير، كي دايرين؟ هانيين، اموركم لاباس؟ منكم تكونوا احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك مع خوتي واحد الحليوه بسيطه، هي الحليوه بغيت نصايبها بهذا الشكل. هذا الشكل هذا ديال صابلي، وين عادي خدمه انا عاديه. بسم الله، عندي هنا نص ديال الزبده، عندي كاس ديال سنيده، درت كاس ديال سنيده. دابا غادي نخدمها مع سنيده زبده، عاد ندير القوام الاخر، ان شاء الله هو الاخر، غنحكها مع سنيده. ندير كاس ديال الزيت، كاس ديال الزيت، غادي نحك الزبدة مزيان مع سنيدة الزيت، عاد نرجع ان شاء الله لقوام اخر، نديرو عاوتاني فوق الزبدة والزيت ان شاء الله وسنيدة. ثم يبقاش الحبابات ديال الزبده، احسن الزبده ما ديروهاش في الثلاجه، تكون حطهم عفوا تكون حاطينها غير برا الثلاجه باش ما تجمدش، باش تبقى مطلوقه الزبده، تسهل عليكم الامور. مع سنيده ان شاء الله نرجع نكمل معكم المقادير. انا دوبت الزبده مع سنيده والزيت، دابا غادي نزيد اربعه البيضات ان شاء الله، اربعه البيضات ندير اربعه البيضات، تبعو معايا الصينيه، وغادي ندير النكهه ديال الفاني ديال كراميل، عفوا ندير واحد شويه ديال النكهه ديال الكراميل. بسم الله، انا بدا ندير الدقيق شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه ان شاء الله. عندي هنا خميره حمراء، عندي هنا خميره حمراء درت غير وحده، كنجمع الحلوى، كندير شويه بشويه الدقيق، انا ما قصحش الحلوى عيني ميزاني، حلوى خفيفه تبارك الله، كطلع واعره، كطلع رائعه، كتجي شي قصحه. الاختيار ديالكم، اللي ما عندوش في الدار بلاش بلا ما يديرها، ديروا غير فانيليا، اللي عندكم في داركم خدموا به. المهم دوا زيتي دائما يكون عندكم في داركم. حنا تبارك الله دابا كنوجدو حليوه دوا زيتي، انتم المشاهدين ديالي الغاليين، انا دائما كنخلي الحلوه ديالي تبارك الله خفيفه، ها انتم تبعوا معايا، مازال كنجمع فيها الدقيق دابا، بركه نزيدها شي الدقيق، عادي نجمع الحلوى ورجع ان شاء الله نكملنا خوتي المراحل. هنا ضربتها بالمدلوك، دابا راه كنرشمها بهذا القطع، هذا القطع ديال صابلي، وهنا انا خدمت به بواحد الطريقه عجيبه،
كما المشاهدين العجينه الحلوه ديروا الميكا وديروها في وسط الميكا وضربوا بالدلك باش كتسهل عليكم الامور ما كتصعبش عليكم الامور غير تبارك الله الحلوه كتمشي في الميكا. انا دابا انا كنقطع قطع تبارك الله بهذا القطع هذا كيجي واعر. القطع هذا فيه على جوج جهه فيه هاد الجهه هادي وفيه هاد الجهه هادي تبارك الله هالكميه اللي كنعطي هاد الحلوه دوازات يصلع النبي ملي غادي نساليها بالقطع ان شاء الله ونطيبها غادي نشاركها مع خوتي ونوريكم باش غنزينها ان شاء الله. هاد القطع هذا راه واعر تبارك الله كيخرج كتبرك هنا كتخرج وكم اللي كعاوتاني كدير هاد الجهه كتبرك هنا كتخرج الحلوه تبارك الله واعر. شريوها العيالات وديروها في ديوركم ما تدموش عليه. حلوه بهذه القطعه هذه كامله تبارك الله هكا ملي غادي نطيبها غندوز نشارك مع خوتي التزيين ديال الحلوه. حلوه وجدت تبارك الله هالكميه اللي شاركت مع خوتي. دابا انا كنزوقها بالكليكوز ديال الفريز انا كنزوقها دابا كندير لها غير شويه شويه بحال هكا. التزيين المشاهدين ديالي كيبقى الاختيار ديالكم يبقى اختياركم الغاليين ديالي كاوكا ولا الشوكولاط اللي بغيتو تزوقوا به زوقوا به. انا كنزوقها المشاهدين ديالي كندير لها غير شويه ديال الزويوقه بحال هكا في الوسط. اي حاجه عندكم في الدار ما كتندموش عليها الا خليتوها في الدار ثم الغزلان ديالي اي حاجه في الدار الا خليتوها راه ما تندموش عليها كتلقاوها ضروري تلقاوها في الكوزينه ديروا بها الحلوه تزوقوا بها اي حاجه كتحتاجوها في الكوزينه غادي تلقاوها. درت التشكيل الاول المشاهدين ديالي بالكليكوز والنكهه هذا عاوتاني التشكيل هذا كنديرو عاوتاني بكاوكاو وكنديرو بالكوفيتر ولا العسل. انا كنزوق بكاوكاو والكوفيتر والعسل. زوقوا اللي عندكم في داركم المشاهدين ديالي واخا كل حاجه اقتصاديه وما غالياش الا قديتوها وزوقتوها ونوعتوها في داركم كتطلع الحلوه رائعه وواعره ودائما المراه المغربيه راه ما كتخفاش عليها المسائل ديالها في الكوزينه والزوق ديال الحلوه والاقتصاد عندها في دارها الحمد لله الله يحيي المراه المغربيه. واي حاجه واخا ما كتكونش غاليه الا عطيتوها القيمه في الدار كتطلع رائعه المشاهدين ديالي. وهادشي اللي غنقول لكم الغاليين المشاهدين الله ينوركم تبعوني في الطريقه ديالي. هادشي دابا راه كنزوقو انا الكاوكاو والعسل والكوفيتر وكندير واحد الحليوه رائعه ورطبه وهشيشه تبارك الله وما تقصحوش الحلوه ديالكم. دائما خليو الحلوه ديالكم في العجينه خفيفه باش ما تقصح لكمش الحلوه. انا المشاهدين غنكمل الحلوه ديالي كامله بالتزيين ونرجع نوريكم الحلوه ديالي كي جات نهائي ديال الحلوه القطع ديال صابلي. انتم المشاهدين ديالي جا واعرين تبارك الله رائعين الحليوه جات واعره. نتمنى الفكره ديالي تكون عجبتكم وديروا اللايكات ديالكم والاشتراك وابوني وشكرا بزاف.